أهلا وسهلا بكم، أحييكم بالأسبوع الأول للدورة التعليمية الدراسة في ألمانيا، لائق للدراسة في الجامعات الألمانية. نود أن نبين لكم في هذا الأسبوع في أي جامعات يمكن للمرء من الدراسة في ألمانيا، وما هي الشروط المطلوبة الواجب توفرها عند البدء بالتعليم العالي، أو كيفية إمكان المرء من تمويل الدراسة. ويمكننا مشاهدة أشرطة الفيديو بشكل اختياري، أما باللغة العربية مع هاني القاسم، أو باللغة الألمانية مع البروفيسور يورغن هانتكه، والذين سيقومون بإعطاكم المزيد من الواجبات والإيضاحات، والتي من خلالها نود أن نزيد من معرفتكم بشأن الدراسة في ألمانيا، إضافة إلى تعميق مهاراتكم باللغة الألمانية. لذلك فإنكم لا تتعلمون فقط بشكل مستفيض عن نظام الدراسة في ألمانيا، ولكن يمكنكم أيضا تحسين لغتكم الألمانية. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في الأسبوع الأول من دورتنا التعليمية.